تفاصيل عندنا ايه؟ معانا سمك الهامور متقطع جزل، هعمل كبسه دلوقتي، مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله في متناول الجميع، زي ما بتعملها بالفراخ، زي ما بتعملها باللحمه، ولكن البهارات بتاعه الكبسه بتاعه السمك بالذات بتختلف شويه غير الفراخ وغير اللحمه. يعني ما ينفعش نحط فيها قرفه مثلا، ده من ضمن الحاجات المهمه. مقاديرها على الشاشه، رز بسمتي دي رقم واحد، ومعانا التوابل العربيه اللي هي عنوان الكبسه، اللي دايما لما بتيجي سيره الكبسه او المشخول او المندي او البرياني، كل ده لازم اقول المقادير ديت لان ده عنوان الاكل العربي. معانا اللومي اللي هو الليمون الجاف، بيبي منه نوعين عشان لو لقيتيه في السوبر ماركت او في المحل اللي بتشتري منه. معانا القرفه اللي هي الدرسين، معانا الورق اللورو اللي هو ورق الغار، والحبهان اللي هو الهيل، والقرف والقرنفل اللي هو المسمار، دي المسميات بتاعتها في اي مكان. والسمك الفيليه بتاعنا وبصل وتوم من خير ارضنا. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. طاسه بتسخن على النار، بنعمل صدمه ناريه للشويه السمك اللي معايا علشان يبقى ماسك نفسه في قلب الرز، ما يبقاش السمك كده سايب واحس ان هو مهري في قلب الرز. فلازم طبعا اعمل ايه؟ اعمل صدمه ناريه للسمك ده. اهو شويه زيت كده حلوين بالشكل ده كده يسخنوا معايا، تمام. وهاخد السمك اللي هو الهامور اتبله، هتتبله بايه يا شيف؟ واحده واحده معايا. الكل بيسال الكبسه السمك تتعمل ازاي. السمك ده معانا اهوت، جزل هامور، تشتريها من الحلقه متقطعه، تجيبي سمكه حلوه تقطعيها، جوزك صياد زي عمرو كده تاخدي السمكه تقطعيها كده. في سمك تاني؟ مفيش. نحط توم طازه ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل، اللهم صل على النبي، اهو ملح، شويه فلفل حلوين. لا مش هحط روزماري، الاعشاب هنا بريئه من الاكله دي. هنحط شويه فلفله حلوه كده، هنتبل السمك بالشكل ده كده. التوابل ديت، بس انا عايز نركز في معلومه هنا مهمه جدا، التوابل دي لو انا تبلت بيها السمكه وحمرتها في قلب الزيت دلوقتي هتنزل من السمكه وتنزل في الزيت، مش هستفيد بيها بحاجه، هتبقى شكل وخلاص. فانا عايز اخد المضمون، اعمل ايه؟ التركايه اللي اعملها دلوقتي، اللهم صل على النبي، عصره ليمون صغيره بالشكل ده كده، وهحط عليهم معلقه دقيق واحده، معلقه دقيق واحده اهي، دي كام واحده بس، خلاص شكرا. واقلب دول مع بعض. التقليبة ومعلقة الدقيق ده بثبت التوابل في الأنسجة بتاعت السمك، ربنا يثبت قولنا على الحق أمين يا رب. أهو 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 حلو. والزيت عندي شديد الحرارة، أهو شفت التركاية ديت أهي، بس هي معلقة الدقيق عدل الموضوع ده كله. أهو ضمنت كده إن التتبيلة والخلطة اللي أنا حطيتها على السمك الهامور، على السمك البلطي، على أي نوع سمك أنت حابة تعمليه كبسة، التوابل مسكت في قلب السمك. هناخد كده والتحميله الصغيره دي كده اهو، الله اهو. محد بيسالني ممكن نعمل بولت كبسه؟ ده ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ نجيب البولت الكبير اللي وزنه 800 جرام 900 جرام وهكذا. انا كده تبلت السمك، حطيته في قلب الزيت بيتحمر، اهدى عليه شويه، والرز بتاعي بقيه التوابل واخدين بالكم بالتركايه ديت قلبتها مع الرز. السمك هنا بتحمر في قلب الزيت، شويه الزيت دولت اللي بتحمر فيهم السمك انا عايزهم، لهم تفاصيل كتيره معايا هيشاركوا. ركزوا بس في المعلومات اللي بقولها النهارده، ان الحلقه النهارده حلقه جوهريه ذهبيه مغازيه. التوابل اللي انا متبل بيها السمك، شويه الزيت اللي انا بحمر فيهم دول هيشاركوا في عمل البوري مشوي، هاخد منهم واشرب البوري، يعني فيهم ريحه السمك، فيهم ريحه البحر، فيهم التوابل ومتحمره وجاهزه، فهنا طعم السمكة البوري هتشرب منهم، فيبقى السمك هنا مميز. فانا السمك هنا بيتحمر هاخده انشله واحطه في طبق زجاجي جنبي اهو، خد الصدمه الناريه قالوا كلام. هناخد السمك ده نحطه هنا، اللهم صل على النبي. واحده واحده مع حضراتكم كده عشان الكبسه دي نحط الرز عليها وننساها بعد كده. نرفع السمك ده كده بعد ما خد الصدمه الناريه والتوابل، ملاحظه ان السمك اهو لونها، اللهم صل على النبي اهي، حلو. انس هتلاقيها في قلب الرز ماسكه نفسها اهو، شفت الحلاوه؟ اهو ومكان تحمير السمك ده هنستغله في حاجات كتيره دلوقتي. دول ما فرطش فيهم شويه الزيت الحلوين دول اهو،
واخلي السمك كده. ونعمل ايه في الزيت ده يا عم الشيف؟ هناخد الزيت ده ناخد جزء منه صغير كده، حلو الكلام. نجيب طاسة زي دي كده، واحدة واحدة ناخد كده شوية، والباقي ده زي الفل كده خلي دول على جنب عايزهم انا، والباقي ده انزل فيه بالبصلة الناعمة. هنا بقى الرز اهو، بصلية ناعمة، فص ثوم حلو كده محترم، كبسة بقى، مكعبين زبدة حلوين يطروا الرز ويديله طعم حلو اهوت اهي. اللومي ده بتكسرها ليه يا مغازي؟ عشان اخد المزازة والطعم الحلو. ممكن انا معايا ايوه ايوه دي المشكلة، بيشتهي ابن اللي فاهم والله العظيم. حلو ماشي. بص والله المخرج معانا العمور، طبعا مخرج في البرامج الاخباريه والحاجات الجميله الاستاذ عمرو التوك شو، ولكن احنا معانا دايما الاستاذ احمد شفيق طبعا استاذي، والاستاذ احمد فاروق اساتذتي وحبايبي، بس هو النهارده المطبخ، فهو عامل ان هو راجل سماك وصياد وبتاع، فانا معاه بسايره طبعا عشان الحلقه تطلع حلوه اعمل ايه، ده طبيعه شغلي. ولكن بيقول لي الليمون ده ممكن يتحط في الثلاجه وهي طازه لغايه لما، بالعكس ده بالعكس هيخشها بكتيريا مش تبقى حلوه. الليمون جاف لازم يتعرض لاشعه الشمس يا كبير وياخد البصمه دي الحلوه، فالليمون بطبيعته في اللون ده واللون ده، مش شايف الجو ده كده. فده الليمون مشهور جدا في الامارات وفي ابو ظبي يعني، وعندنا الليمون الاسود ده مشهور في السعوديه وفي الكويت، حلو الكلام. فالفرق بين الاثنين، احنا بنحمر البصلايه، الكبسه دي مش هتاخد بهارات غير بس البهارات الخشنه ديت، ده اللي بنعتمد عليه، وهتاخد من التوابل ملح وفلفل وبس عشان اللون ما يتغيرش بتاع الرز. ودايما انا بحب كبسه السمك بلون الرز الطبيعي، يعني من غير طماطم، غير الفراخ وغير اللحمه، كبسه السمك ما تاخدش طماطم، تتعمل بشوربه السمك زي ما احنا شغالين كده وما تاخدش لون. هنحط معلقه كركم صغيره، الكركم صديق عائله الاسماك كلها، بما فيها الجمبري بما فيها كل انواع السمك. قلبنا كده زي الفل كده، البصلايه اللي هي الكشنه متحضره وجاهزه اهو. هنزل بالرز عشان حبايبي عايزين يطلعوا فاصل اهو، وفلفل الرز مع التوابل دي اهو اهو بالشكل ده كده اهو اهو، وهتن اقلب في الرز كده وهترجعوا تلاقوني بقلب في الرز. ناخد بعدين ونطلع فاصل، وسيبوني اعيش مع شويه الرز الحلوين اللي خدوا طعم السمك قبل ما السمك يخش عليهم. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وبحلك سرك يا ابو الشيف، ما زلت بقلب في الرز بيتفلفل مع معلقتين الزيت اللي هم بواقي تحمير السمك بالتوابل بتاعته والتغليفه بتاعته الجميله الحلوه، والرز هنا اتفلفل معايا وزي الفل. نظبط الملح بتاعنا للرز ده كده، والملح دايما يا ست الكل يا امي يا خالتي يا عمتي يا ملكه المطبخ يكون في الشهر الكريم بالسالب. يعني ايه سالب وموجب يا شيف؟ هتدينا حصه رياضيه؟ لا، بالسالب هيبقى له علاج، اما الملح بالموجب ملوش علاج. وساعه صيام عايزين نفطر، المغرب بيأذن من هنا وعايزين نستمتع مع الاكل الحلو، حلو الكلام. هنقلب الرز كده، وعندي ميه بتغلي، وارد الميه دي تكون شوربه جمبري، وارد الميه دي تكون شوربه سمك، وارد الميه دي تكون ميه عاديه خالص اهو. انا عندي سمكه سمينه وحلوه يا ويلي، اغطيها واسيبها هسه يعني ايه دقيقه كده تغلي زي ما هي كده، الرز يحل بقى كده ويبقى جميل عشان السمك يتعرف عليه. هنغطيها ونسيبها شويه اهي، الرز هنا في قلب الخلطه، شايفين ازاي كله بيغلي مع بعضه. هغطيها كده واسيبها شويه اهي. نرجع للكبسه، ايه الاخبار؟ نبص على الرز وصل لفين، واحده واحده كده مع بعض. احنا بندرس النهارده اهو، نضرب المعلقه كده، هو ده الرز حل هنا، شايفه بدات الميه والرز يظهر على الوش. قال له اهلا وسهلا، تستاهل الغالي، السمك في قلبيها. ليه سموها كبسه؟ قول لي بقى يا صياد عمور، ليه سموها كبسه؟ قول لي. سموها كبسه لان لازم اللحم
او الدجاج او السمك يتكبس جوه الرز. ليه سموها مقلوبه؟ قول لي يا غالي. عشان تتقلب في قلب الصينيه. الله يرحمك الاستاذ احمد. مين؟ استاذ احمد بدير رحمه الله عليه، كان طلع معايا في حلقه على النايل لايف، فبقول له استاذ احمد ليه سماها؟ قال لي عشان لغايه دلوقتي الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. نعم يا استاذ رحاب. نعمين. انا معاكي في اتصال. شايفين الكبسه هنا جاهزه، الرز مع السمك كله مع بعضه ما يتقلبش كتير، خلاص وصلنا لمرحله الاحلال اللي هو الرز حل في قلب المرق في قلب الشوربه، هغطيها وانساها. الكبسه اعتقد كده خلصت 99%، هنسيبها كده وهنقدمها لحضراتكم. نبص على الكبسه زي الفل، مش هقلبها زي ما هي كده، هد النار عليها، بص عليها كده النظره الاخيره. يلا اهي كبسه، هد النار، مهم جدا على فكره عشان تاخد راحتها وحبات الرز تستوي. اهو بعد البلاد العربيه تحط مع الكبسه دي جزر مبشور وتحط زبيب حسب الرغبه، والبعض يكتفي بالشكل ده والبعض يحط بصلايه بقرمشه حسب الرغبه. كده انا وطيت النار وبخليه كده على نار هاديه خالص. تعالوا نغرف الشغل بتاعنا والانتاج بتاعنا زي كل الناس، المهندس في مصنعه والدكتور في معمله، ونشوف انتاجنا ايه. معانا اول حاجه الشوربه جاهزه، اللهم صل على النبي، ومعانا الكبسه بتاعتنا جاهزه، اشيلها من النار هغرفها اول حاجه واجهز نفسي كده. حلو، الله، شفت الكبسه؟ اه السمك بشخصيته، الرز بشخصيته، اه الله، اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ الف هنا وشفا للي ياكل، والتوابل العربيه واللومي والقرفه الخشب برزنتيشن للطبق بتاعي، خلاها كده عنوان للكبسه. عنوان الكبسه لما نشوف اي كبسه بنلاقي حبايه اللومي دي موجوده على الوش مع عود القرفه الخشب ده كده على الوش. والسمك عندنا شخصيته زي ما هي، ما اتغيرتش خالص، اهو زي الفل، اه حلو قوي. اه قلب السرفيس بتاعنا الكبير ده كده اللي هيلم العيله كلها. اه الكبسه دي ميزتها ان كل الاسره بتجتمع عليها وتاكل. اه اللهم صل على النبي. الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها معايا اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الحلاوه دي؟ البرزنتيشن هنا هو كلام فاضي. اه شويه خضره حلوين كده يتحطوا عليها زي الفل، عود كزبره خضره حلوه كده، ده البرزنتيشن وبس، هي مش محتاجه شويه اللومي، اه زي الفل تمام. ده السيرفيس بتاعنا بتاع الكبسه.